السلام عليكم، مرحبا بقناة الأوراس. ينظم بناء على السيد تعليمات السيد الوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسيدة المديرة العامة للضمان الاجتماعي، ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة مستغلم حملة إعلامية للفترة من سبتمبر إلى 31/1 إلى 31/1/2022 لفائدة أرباب العمل حول التدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص الغير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي تحت شعار الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في الإنعاش الاقتصادي الوطني. يشكل تحصيل الاشتراكات تحديا كبيرا لضمان ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن جراء تفشي وباء الكورونا المستجد وتداعياته السلبية على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بفقدان مناصب الشغل أو توقف بعض النشاطات التجارية نظرا لانخفاض وتيرة النمو. وللمساهمة في التخفيف من حدة هذه الأعباء، بادرت الحكومة بتبني جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تندرج في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة المرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتمكينهم من المساهمة في تسييد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إن التدابير التي أقرتها الحكومة لفائدة المستخدمين بموجب الأمر الرئاسي رقم يقدم تسهيلات تسمح له بتسوية وضعيات إزاء الضمان الاجتماعي عن طريقة الاستفادة من إلغاء زيادات وغرامة التأخير تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعد العمود الفقري والممول الأساسي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. جاء الأمر الرئاسي بتدابير استثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تسديد اشتراكات أرباب العمل المدينين والسماح لهم بالتصريح بأجرائهم مع الإعفاء من زيادات وعقوبة التأخير. ويشمل القرار الإعفاء الذي يسري مفعوله من 31 جانفي 2022 تحت رقم مستخدم 1153458 مستخدما مدنيا منتسب لدى الصندوق الوطني للاجتماعات للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس. إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بالترقية ودعم التشغيل المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي للمكلفين، علاوة على تمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من الغرامات والزيادات على التأخير. إعفاء المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي من الزيادات والغرامات التأخير المترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات الأساسية في وقتها المحدد قانونا. فترة سريان الإجراءات الاستثنائية ابتداء من شهر سبتمبر 2021 إلى غاية 31 جانفي 2022، ويلتزم المستخدمين المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتسديد الاشتراكات نهاية كل شهر. يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص الغير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي. فضلا عن ذلك، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذه الإجراءات الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات والغرامة التأخير عند دفع آخر قسط مستحق. في هذا الإطار، سخر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء كل إمكانية البشرية والمادية من أجل تقديم تسهيلات للمستخدمين المعنيين إلى غاية تسوية وضعيتهم بصفة نهائية والمساهمة في بعث اقتصاد وطني قوي قائم على ضمان التوازنات الكبرى مع الحفاظ على مناصب الشغل وتخفيض نسبة البطالة وخلق الثروة. وهنا نعطي نداء، يشارك الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة مستغانين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وعلى الراغبين في التلقيح التوجه إلى مصالحنا على مستوى المديرية لإجراء التلقيح خلال أيام العمل الأسبوعية. وشكراً.